السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل. هو دلوقتي يا شيخ أنا مش عارف أمشي في طريق ربنا، يعني كل ما أبقى كويس وأبقى قريب من ربنا أرجع تاني للذنوب، ومشتت دايما ومش قادر أخد قرار في حياتي يا شيخ، مش عارف أعمل إيه يا شيخ؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام، اسأل الله العون على أن يحفظك والعون على الثبات. اسأل الله العون على الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ثانيا ابحث عن رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وعلى مرضاة الله، صحبة صالحة. هارون يا أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثالثا في هذا الصدد انتقل من مكان المعصية إلى مكان طاعة، يعني إن كانت بلدتك أو المنطقة التي أنت فيها لا تعين على الطاعة انتقل إلى منطقة تعينك على طاعة الله. الحديث الذي قتل 100 نفس فأمره العالم أن يترك أرضه وأن ينتقل إلى أرض يعبد الله فيها، يعبد الله فيها. خلاص؟ شكرا يا شيخ. الهدي والله يا رب.